السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتنا ومشاهدينا الكرام، واليوم بناء على طلبكم رح نحكي موضوع السي في. كيف بدي أعمل سي في؟ شو هالقصة المرعبة اللي عملت لكم إياها؟ نبدأ على بركة الله. هاي نموذج سي في تعليمي أنا عملته مشانكم، مشابه للسي في تبعي ابدا، بالديزاين او بالامبلاج هو نفسه تبعي. مثل ما شايفين، اول شيء سي في كاتب عشان يعرف صاحب العمل شو الملف اللي انا بعت له اياه. بعدين واحد بعرف عن نفسه مثل ما شايفين، خمس خانات مهمين جدا. الاسم طبعا رح احط اسماء ومعلومات افتراضيه، أحمد مثلا بالشكل حرف كبير بالأول، حرف كبير بالكنية كمان. فوق دلسي هو تاريخ الميلاد، نكتبه بالشكل التالي: السنة الشهر واليوم. العنوان نكتب اسم الشارع حرف كبير بالبداية. رقم البناية، وطبعا لازم نكتب اسم المدينة. رقم الهاتف نكتبه بهالشكل حصرا. اول ثلاث، مثل ما شايفين شو عملت انا، اول ثلاث ارقام حطيت بعدهم هاي الشخطة الصغيرة، يعني فيكن تقولوا هاي الطريقة الرسمية لكتابة رقم الهاتف بالسويد. حسب خبرتي الشخصية بكون بجوز انا غلطان. ايميل بوست، طبعا بريدكم الالكتروني بغض النظر كان ياهو، جيميل، هوت ميل، شو ما كان يكون بتعبوه هون بهالخانة، وركزوا انه يكون كله احرف صغيرة عشان سهولة ارسال رسالة اليكم الكم من قبل صاحب العمل، لانه اذا الحرف الاول كبير، اذا كان بهالشكل يعني الحرف الاول كبير والباقي صغار ما بيوصل الايميل. نيجي لل الخطوة اللي بعدها أو الفقرة اللي بعدها، وهي فقرة مهمة جدا. البيتس ليفز الفارنهايت، يعني الخبرة في الحياة العملية. طبعا ما إنه عايشين بالسويد رح نبدأ بالسويد. إز فاريه، ونحط نقطتين بالشكل التالي، وهون منبلش نكتب السنة نقطتين. شو اشتغل الواحد؟ مثلا انا اشتغلت كموزع جرايد مثل ما شايفين، هاي بيوبت ريكلام الديلري وبصالة. انا اشتغلت هون فترة قصيرة لهالسبب، انا ما ذكرت قدي الوقت اللي اشتغلته، فاكتفيت بذكر انه انا اشتغلت كموزع جرايد فقط لا غير. هاد الشيء مو من صالحي لو كتبت 3 اشهر. إذا مشتغلين أنتوا 10 أشهر سنة وأكثر فيكن تذكروا، رح يكون من صالحكم. بس إذا كانت فترة 3 4 5 أشهر هذا الشيء يعني مو من صالحكم، بكفوا إنه اشتغلتوا بهالمجال. وبهالشكل التالي بتكملوا 2014 16 17، يعني بالترتيب. وفيكن تعكسوهم إذا بدكم، فيكن تبلشوا مثلا من 2021 لـ 2019، يعني تصاعدي أو تنازلي ما بهم، المهم تكتبوا مع المعلومات. نيجي هون يهم لانديت، نحن لساتنا بنفس الفقرة مثل ما شايفين، فقرة خبرة في الحياة العملية. هلا هون انا مثل ما شايفين حاطط بس اني مشتغل شغلتين، ونفس الشيء قبل بعام 2012 2010، محدد التاريخ ومحدد شو اشتغلت وين. وهون نفس الشيء، يعني انتو بتختلف هاي الشغلة من شخص لشخص. انا كنت صغير ما اشتغلت كتير، ويكتر خيري يعني. فبتكتبوا شو اشتغلتوا بالبلد الام. الفقرة اللي بعدها اوت بيلدينج، هاي فقرة طبعا مهمة جدا جدا، لا تقل اهمية عن الخبرات في الحياة العملية. شو درستوا بالسويد؟ هون بتكتبوا في السويد ونقطتين بالشكل التالي، بتكتبوا اي سنة وشو درستوا. واذا درستوا سنتين مثلا تكتبوا من 2018 على سبيل المثال ل 2020 مثلا، اذا حدا دارس تمريض
يمكن سنتين ولا ثلاثة، ما بعرف، أنا بعيد عن التمريض صفر سنة. تكتبوا إنه أنا خلصت البودبيلدينغ كذا وصرت كذا، مثلا خلصت تمريض وصرت ممرض، ويعني بالترتيب تكتبوا شو درست وشو عملت. هلا أنا هون درست ساس فكاتبة وخلصت أسفي. مهم جدا تكتبوا مراحل اللغة بتخططوها، أي شيء درسته مهم إنه تكتبوه ببساطة. هون كاتب أنا، وأنتوا بكتبوا نفس الشيء لأنه هذا الشيء من مصلحتكم إنه تظهروا إنه أنتوا متعلمين بالبلد الأم. في البلد الأم أنا دارس بكالوريا، أنا دارس المدرسة الإلزامية اللي هي الإعدادي. ننتقل على الفقرة اللي بعدها، سبروك. اللغات عربي مثلا، هون لغتي الأم إنجليزي، لأنه مثل ما بتعرفوا هون مهمة اللغات خاصة الإنجليزي. بتكتبوا إذا الإنجليزي مثلا تبعكم منيحة، جيدة جدا، ممتازة، بتكتبوا بيرفكت أو برو أو جانس كبرو أو ني بوريري، يعني أنتوا شو مستواكم بتكتبوا. نيجي للفقرة اللي بعدها، وهي فقرة مو مهمة كتير بس منيح إنه تذكروها مثل ما أنا ذاكرها. interesting، الاهتمامات، شو عندكم اهتمامات بتكتبوها هون مثل ما أنا كاتبها. من المهم جدا دايما تختموا بنقطة، إذا شايفين أنا خاتم نقطة هون كله هون فواصل، يعني بشكل مرتب بشكل نحوي وإنمائي جيد. يعني أحسن ما عنده الواحد يظهر لصاحب العمل ببساطة. ونيجي لآخر فقرة وهي مهمة بصراحة كتير، بتعكس شخصية الواحد. برشوني جايجن سكابر، يعني شغلات أنا بتميز فيها أو مميزات شخصية هون بتكتبوا. يعني أنا برأيي مهم جدا تبلشوا إنه أنا شخص أتقيد بالوقت، بونكتلي مثل ما أنا كاتب. لوجن، إنه أنا شخص هادي، ستريس تولي، إنه أنا بتحمل ضغط العمل. يعني أنت شو عندكم مميزات شخصية بتكتبوها، وهذا هو كلياته موضوع السي في. شوفت عينكم ما بياكل مع الواحد 10 دقايق إذا بيقعد يكتب. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه، وأنا رح أحط نموذج لهذا السي في بصندوق الوصف وبالتعليق إن شاء الله تعالى. بتمنى إذا عجبكم الفيديو اشتركوا بالقناة، وأي أسئلة أو استفسارات فيكم تتواصلوا معنا بالتعليقات، ونتمنى تكونوا استمتعتوا بمشاهدة الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.